السلام عليكم، مرحبا بكل الناس اللي هما متبعينا اليوم، دائما متبعين القناه. مرحبا بالناس ايضا اللي كيشوفونا لاول مره، فانتم على قناه غالي الفلوج، ومعكم كمال مختص في خلق المقاولات وفي مواكبه حاملي افكار المشاريع. وحنايا دائما مع التجاره الالكترونيه، فخليكم معنا لان الموضوع كيهمكم بزاف. إذا كما قلت لكم، حنا دائما مع التجارة الإلكترونية. بعد ما كنت درت فيديوهات كنت بديت كنهضر، ولكني الصراحة بغيت القضية تكون يعني بلو بروفيسيونيل، ما بغيتش نبقى غير كنهضر. يمكن الهضرة بزاف تقنطكم، ما عرفت، بغيت نكون المسألة بروفيسيونيل. ولهذا يعني هاد الأيام هادي كنت خدام على واحد الدورة، ومازال خدام عليها لأنه مازال كاين بزاف ما يتقال. خدام على واحد البريزونطاسيون واللي كنعتبرها تكون يعني كما قلت لكم دورة تكوينية في مجال التجارة الإلكترونية أو لا البزنس أونلاين، وبالخصوص السي أو دي، واللي زعما حاولت نحط فيها كاع الخبرة ديالي في المجال ديال المقاولة، ديال لونتربرونيا، ديال لاكومبانيومون كما قلت لكم، ديال بورتو دو بروجي، وحتى في لا كونسيبسيون ديال لا فورماسيون، كيفاش تشيماتيزي وتوصل لا فورماسيون بابسط ما يكون باش تكون عندكم مفهومه عند الجميع. لانه كنلاحظوا يعني فاش كنشوفوا الدراري كيسولوا على التجاره الالكترونيه، على الاي كوميرس، والمهم يعني عامه كل واحد شنو هي الاسم اللي كيبقى في البال ديالو باش كيوصف هذا النوع ديال التجاره. كاين اللي كيقول الاي كوميرس، كاين اللي كيقول الاي كوم لوكال، كاين اللي كيقول لك سي او دي، كل كيفاش كيسميه. هو كاين اولا كاين عشوائيه في الطريقه ديال التعامل مع هذا الموضوع هذا، يعني كل واحد منين شاد، شي كيجبد معنا وشي كيجبد معنا، وقوت الناس كيهضروا فيه، شي كيعرف شي ما كيعرفش، شي عارف ولكن ما باغيش يقول ولا كيخربق داك الشيء. المهم يعني كاين واحد العشوائيه، واحد الروينه في الدومين كبيره بزاف. وكاين عاوتاني في نفس يعني في نفس الناس اللي هما باغيين يتعلموا، كاين ناس مزروبين يعني الزربه، باغي يتعلم دغيا وباغي يعرف دغيا، وكيحسب ليه راه مغدا يبدا يدخل الملايين. الور كو يعني خص الواحد تعرف كيفاش تتعامل مع الموضوع، كيفاش يعني تعلم، خصك دقه تمشي دقه وتعرف منين تبدا، وتعرف راسك فين باغي توصل اصلا. كاين اللي ما عارفش راسو حتى فين باغي يوصل، غير تقول لشي حد الايكوم فين كيمشي، كيمشي لك الفيسبوك ادز. راه التجاره الالكترونيه بيزنس اونلاين ماشي غير الفيسبوك ادز. هو النهار يشدوا الفيسبوك ادز اش دير؟ غتبقى ما تبيع ما تشري، يشدوا لك دابا الكونت ديال الفيسبوك ادز اش دير؟ ف التجاره الالكترونيه يعني انا في خلال هاد الدوره هادي ان شاء الله اللي راني غادي نقدم لكم ان شاء الله، قسمت الدوره قسمتها لجوج ديال لي بارتي. كاينه البروميير بارتي واللي هادي تكون فيها واحد المجموعه ديال المفاهيم اللي هما الناس كيحرقوا لي زيتاب كينقزوا عليها، كيمشيو نيشان البراتيك ديال الفيسبوك ادس وما جواره. كاين واحد البارتي قبليه وكنخدموا بها افون وابري، مهمه بزاف، خصك توجد الارضيه اللي غتخدم عليها. الا ما كانش الانسان الصحيح ما عندك فين تمشي، هاتو تمشي غير شويه وغادي تهرس. كاين واحد مجموعه ديال المفاهيم غادي خصنا نتفقوا عليها باش بين نهضروا على واحد لو سوجي، ومن نعطيكم واحد الكلمه يكون كل شيء في باله مفهوم واحد لك الكلمه، معنى واحد، ما يكونش كل واحد كيفسرها بالطريقه ديالو. خصنا البروسيس باش غادي نخدموا هاد لو دومين هذا، كيفاش غادي، كيفاش كيبدا، كيفاش كيوصل، الطريقه باش خصني نخدم، لا ميثود باش نخدم، البيزنس بلان ديالي اللي خصني نمشي عليه، نكون عارف الاهداف ديالي منين غادي نبدا، شنو القدرات ديالي وفين باغي نوصل. ومن بعد عاد فاش تحط الخطه ديال العمل كما كنسميوها خطه العمل اللي هي داك البيزنس موديل، راه ماشي البيزنس بلان، بيزنس موديل، بيزنس بلان بوحدو، داك البيزنس موديل اللي غادي نخدم عليه، ونكون فاهم البروسيس مزيان ديال هاد الطريقه هادي، ونكون عارف لاشين لوجيستيك كيفاش، داك السبلاي شين كيفاش غاديه، نكون فاهم هاد الكلمات مزيان المعنى ديالهم وشنو الاهميه ديالهم في هاد لو دومين هذا. داك الساعه عاد كندوز للبراتيك، وميم البراتيك اللي الناس كلشي كيمشي داك يمشي للفيسبوك ادز، وكيحسبوا الفيسبوك ادز راه معت واحد الهاله دايره على داك الفيسبوك ادز. الفيسبوك ادز انا نفسرو لكم اللي هو غادي يكون دوزيام بارتي، نهضروا فيها غتكون بلوس على المسائل البراتيك كيفاش كتخدم. راه ما صعيبش، راه الصعوبه اللي كاينه ولا المشكل فين عند الاخوان عامه هو كيفاش تقرا الارقام. لان فيسبوك ادز ولا كاع جميع الانواع ديال الادفرتايزين، انهم كيعطيوك لي دوني، وداك لي دوني خصك تعرف كيفاش ترجمها، بحال لي ستاتيستيك، عندك طابلو عندك فيه الارقام، ولذاك الارقام حتى لما ترجمتيهاش ما عرفتيش كيفاش تفسرها،
ما كاين والو، ما تعرفش شويه ليتاب ابخي اللي خصك دير. هو ما كيوريكش كلشي، كيعطيك لي دوني، ها شنو كاين، ها انت لونسيتي داك الكومبين ديالك وها شنو كاين، ولكن انت خصك تعرف، لان المشكل ماشي في الكومبين، كومبيني ساهله، حنا في المغرب ما عندناش لي كريتير بزاف نقولوا كيما على برا، كاين بعض الحوايج خصك تكون فاهمهم، هادي لاش كتصلح وهادي لاش كتصلح وهادي لاش كتصلح، انا شنو باغي، دونك اوتوماتيك ما تعرف راسك الحاجه اللي راه غادي دير. وابخي فاش يجيوك لي دوني خصك تعرف كيفاش تترجم داك لي دوني باش تدوز ليتاب سويفونت اللي غتخدم عليها. فيعني هاد الدوره ان شاء الله غادي تكون ان شاء الله بحول الله متكامله، من الاول ديالها للتالي ديالها، بروميير بارتي والدوزيام بارتي، انا حاولت تبسطها الى يعني باكثر طريقه ممكنه. والفيديو الاول ان شاء الله غادي يكون نهار الاربعاء، دونك اليوم انا كنلونسي هذا الفيديو هذا، راه حنا اليوم الاثنين، دونك ابخي دوما ان شاء الله غادي نلونسي الفيديو الاول، لان غادي يكون فيها بزاف ديال 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 لي بارتي، غيكونوا بزاف ديال الفيديو ان شاء الله. غنمشي معكم في هذا لو دومين هذا الى اقصى حد، وغادي نبسطوه الى اقصى حد، وبيان سور راه كتشوفوا راه حنا بطريقه مجانيه باش ما يبقاش المشكل عند شي واحد. فهنا نفتحوا القوس ديال يعني الموجه ديال التجاره الالكترونيه، راه مازال غاديه ومشي يعني غير اونيفو ديال المغرب، راه سي اونيفو انترناسيونال، كاع كلشي الدول غاديه في هذا في هذا الاطار هذا. والناس اللي متبعين سيمو لايف اكيد انكم شفتوا راه هضر على المشروع ديالو في لي ستوري في الانستغرام، المشروع اللي باغي يلونسي داك المينستاج الجديده اللي غادي يكون متكلف فيها هو بالبرودوي بروداكت ديالك، يكون البروداكت يكون عنده الكونسانتر هو كيكونفيرمي، ومن بعد ديليفري هو كيدير المسائل كامله، وانت كيكون عليك غير الاشهار ديال ديال الفيسبوك ديال الفيسبوك ارس، ولا فاش ما شهرتي نتايا داك الساعات. وعادي نشوفوا شنو ما هاد لي برودوي النوع ديالهم، هاد لي برودوي وعلى اي اساس هو ارتكز باش جاب هاد لي برودوي هادو، ومن بعد شحال تكون النسبه ديالك انت والنسبه ديالو هو. هنا كنشوفوا يعني انه مساله وغاديه كتطور غاديه كتكبر، كتعرفوا دابا كتشوفوا لي برودوي نهار على نهار كيزيدوا، الناس اللي كيدخلوا في الدومين نهار على نهار كيزيدوا، وبالتالي فما بقاش مسموح لاي واحد انه يخدم بعشوائيه، يا اما خدم مقاد يا اما راك غادي تهرس، غادي تضيع فلوسك ديال بصح وغادي تهرس وصافي. دونك خصك تخدم مزيان، خص الاخوان كما كيقولوا يتكتلوا بعضياتهم، تكونوا دي جروب بعضياتكم، تفهموا هذا كيفهم في هذه القضيه، هذا كيفهم في هذه القضيه، وهذا كيفهم في هذه القضيه. وانا من من يعني من جهتي وبزاف الاخوان اللي هما تما من الجهه ديالهم كيحاولوا يفسروا المعلومه، كل نطاق ديال التخصص ديالو كيحاول يفسر المعلومه باش يوصلها لكم، فما عليكم الا انكم يعني دير واحد الكتيب، ها واحد النوت بوك، كما انا ديما كنحط معايا الكتيب ديالي هذا، ديما ما كنحيدوش، ديما كنقيد فيه، ديما يكون عندك ان نوت بوك ديالك، ستيلو ديالك، تسمع واحد لا فورماسيون تقيدها، تسمع من هنا ومن هنا ومن هنا، وتاخذ حتى تجمع وتحط الاستراتيجي اللي هي خاصه بك انت، ما خاصه حتى بشي واحد، ماشي ديالي ماشي دلاخر ماشي دلاخر، غتاخذ انت كاع احسن ما كاين عند هذا وعند هذا وعند هذا، وتحط الاستراتيجي ديالك. انا ولا غيري فاش كنجيو كنحطوا لك اون فورماسيون، فماشي يعني تاخذها تكوبي كولي وكتطبق داكشي، مي حنا كنعطيوك الناس باش خدامين وشنو كيدار، وكل واحد كيادابتيه البرودوي ديالو ولا كاب ولا كاباسيتي ديالو هو بروبر. فيعني كنتمنوا ان شاء الله بحول الله التوفيق للجميع، و وساينوا ان شاء الله الفيديو الاول نهار الاربعاء، الدوره تكوينيه مجانيه في التجاره الالكترونيه بيزنس اونلاين. كيفاش نبدا، كيفاش نلونسي المسائل ديالي، لو بروسيس كامل غادي نطرقوا ليه ان شاء الله بالتفصيل، وما يبقى عندكم حتى مشكل في اي ايطاب ان شاء الله. فتبارك الله عليكم، والاربع ان شاء الله.